كنت طلع المعرض للدار البيضاء، كنت حضر له في كل موسم. كان واحد العائق ديال كوفيد اللي كان معروف، يعني كان واحد الشوق كبير للكتاب. الحمد لله مجينا الرباط، بصراحة كان تنظيم هائل، كانت كتب بصراحة كاينة كتب، غير ربما حيت حنا كنا سباقون جينا يعني في اليوم في الافتتاح، باقي بزاف الناس ما حطوش الكتب ديالهم كاملين. لقينا بعض الكتب اللي اقتنينا منهم، نيت بعض الكتب اللي هما في العلاج في علم جسم الإنسان في الاناتومي، ومجموعة ديال الكتب اللي خديناهم الحمد لله. بالنسبة للأثمنة، سمعت صديق يسأل على الأثمنة، شي شوية زايد الأثمنة ماشي مشكل، ولكن كاينة كتب صحيح قيمة وكتب جيدة، وشكرا لكم شكرا بزاف. لك.